زي رئيس مجلس اداره الهيئه العامه للتامين الصحي. مساء الخير يا دكتور علي. مساء الخير يا فندم، اهلا بحضرتك. اهلا وسهلا بحضرتك دكتور. يعني يا ريت نعرف بقى الصرف بيتم ازاي، ايه هي الوحدات والمراكز، ايه الخطوات اللي الناس تعملها علشان تحصل على الدواء. طيب هو احنا بس بدايه ان احنا بنكمل ما بداته اللجنه، لجنه الفيروسات العليا مع الوزاره. تمام. احنا مرضانا كانوا بياخدوا بنفس الطريقه اللي هي اللجنه فيها وبياخدوا عن طريق الوزاره. لكن احنا قلنا ان احنا نعمل بقى شيء يريح المرضى المنتمين للتامين الصحي، فان احنا ابتدينا النهارده اول يوم واعلنا هذا الكلام من حوالي 10 ايام بموافقه معالي الوزير، ان احنا هنوفر الدواء عن طريق الشركه في 8 مراكز على مستوى الجمهوريه لمرضى التامين الصحي، وكان النهارده اول يوم واتصرف ل 263 مريض. لكام يا فندم؟ 263 مريض. اللي هم اصلا مسجلين اسمائهم في اللجنه القوميه. ان شاء الله يوم ده لحد يوم 14، يعني احنا يوميا هنصرف لمرضى التامين الصحي لحد يوم 14. الثمان مراكز هم اسكندريه والبحيره الغربيه والدقهليه، الجيزه والقاهره، سوهاج والمنيا. حضرتك كده تشوف التوزيع، فيها الدلتا وفيها الوسط وفيها البحري في اسكندريه وفيها في الصعيد. يعني كل مركز بيخدم مثلا محافظتين ثلاثة أو حاجة. أيوه بالظبط كده يا فندم. ده المرحلة الأولى. إن احنا حضرتك على عدد المرضى هنبتدي نتوسع في المراكز. طب أنتوا عندكم كم مريض مسجل نفسه يا دكتور؟ لا هم اللي مسجلين في اللجنة حتى الآن حوالي 1800 مريض. وإحنا صرفنا لغاية دلوقتي ل 263 مريض. لا يا فندم، احنا صارفين لحوالي 200 مريض قبل كده عن طريق الوزارة. طيب. والنهارده ابتدينا في 263 وهنستمر لحد حضرتك يوم 14. من يوم 15 هيبتدي المريض يسجل على عندنا بقى، بدل ما بيسجل في اللجنه العليا في الوزاره او في اللجنه، هيبقى لا عن طريق التامين دلوقتي مباشره بقى، لان هو حضرتك في مراكز اساسا عندنا بتعالجه بالانترفيرون او ريبافيرين اللي هو الثنائي او الثلاثي، بيتعالج عندنا اصلا في مراكز وعندنا ملف للمريض وبيتابع. احنا اصلا عندنا 45,000 مريض بياخدوا علاجهم في التامين الصحي، في 13,000 حاليا تحت العلاج، اللي تم علاجه من 2009 لدلوقتي 45,000 مريض. فاحنا حضرتك مستمرين من يوم 15 زي ما قلت لحضرتك ان هو هيبتدي التسجيل عندنا على الويب سايت اللي موجود عندنا، واحنا اعلنا ده وحطينا الويب سايت، هو نفس الويب سايت بتاع الوزاره بس بدل وزاره الصحه الهيئه العامه للتامين الصحي. ما فيش حاجه مطلوبه من الناس غير ان هو بس يسجل نفسه، ولا 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 في حاجه ثانيه بتتعمل؟ لا فعلا بيسجل نفسه وبيستكمل الاوراق، الاوراق دي حضرتك هي فيها التحاليل وبيعملها عندنا، فيها الاشاعات وبيعملها عندنا. حضرتك بعد كده بيتعرض على اللجنه، اللجنه بتقرر ان هو اما اف 3 او اف 4 وبالتالي تنطبق عليه الشروط، بتحوله للايه؟ للمركز اللي هياخد منه العلاج، اللي هم دلوقتي حاليا 8، بعد شويه حضرتك هيتضاعف هذا الرقم ويزيد على حسب المريض. المريض بيدفع حاجه يا فندم في المقابل يعني؟ لا يا فندم ما بيدفعش حاجة، حضرتك المريض بياخد الدواء، احنا اللي بندفع، يعني احنا بندفع من اشتراكاتهم، يعني بندفع من الميزانية التأمين. ايوه فندم. تمام، شكرا يا دكتور. دكتور علي حجازي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي، شكرا.